بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بمناسبة إحياء الذكرى 65 لليوم الوطني للطالب المصادف ل 19 ماي من كل سنة أن أتقدم إليكم أنتم طالباتنا وطلابنا الأعزاء بأحر التهاني وأصدقها، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في مشواركم الدراسي، سائلا الله أن يوفقكم لما تصبون إليه. إن مثل هذه المناسبة الثرية بالمواقف الغنية بالدروس والعبر المفعمة بالرسائل والدلالات لا تدعونا إلى التأمل العميق وإلى وفقة تفكير رصينة وجدية، فإذا كان جيل طلبة 1956 رفض الشهادة التعليمية من أجل قضية أنبل ومن أجل مصير أعظم، فإن جيلكم والأجيال المستقبلية من الطلبة مطالبة بمضاعفة الجهد لنيل حقها من التكوين النوعي الذي يمكن أن يشكل قيمة مضافة لبناء وطن قوي وآمن ومزدهر ورفع قدراته ومهاراته في مجال البحث وتوظيف هذا الرصيد المعرفي المكتسب في مجال العلوم والتكنولوجيا وفي شتى المعارف المختلفة النظرية والتطبيقية للقيام بتنمية حقيقية وشاملة والدفع بعجلة الدورة التنموية قدما إلى الأمام من أجل تحقيق الرفاهية والازدهار. وإني أدعوكم أنتم طلبة سنة 2021 إلى الجد والمثابرة والعزم من أجل اكتساب العلوم والمعارف والتحكم في تطبيقاتها التقنية، فذلك هو الضمان الوحيد لكسب رهان التنمية والتقدم الذين تطمحون إليه ويطمح إليه شعبنا وترتديه أمتنا، وتلك علامة وفائكم لتضحيات شهدائنا الأبرار. إن الاحتفال بذكرى 19 ماي هذه السنة يأتي في ظرف زمني متميز اتسم على وجه الخصوص بالعزم على بناء جزائر جديدة والتي ستفتح بدون شك آفاقا واعدة جديدة لشبابنا وطلبتنا من خلال تعزيز مشاركتكم المجتمعية والانتقال إلى مرحلة نوعية أرقى. إن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا بذل جهود أكبر على صعيد تحسين نوعية التكوين والبحث والارتقاء بأداء الجامعة الجزائرية إلى مستويات تتساوق مع المرجعيات القياسية الدولية. أعزائي الطلبة، أنتم مدعوون لتلبية نداء وطنكم في ذكرى عيد الطالب المتجددة ووقوفا عند أمانة الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون بالحفاظ على منظومتكم العلمية الجامعية وإسهامكم فيها بجدية وفاعلية وتعاونكم على ترسيخ قواعد وتقاليد علمية ثابتة والعمل على تجلية النظرة الاستشرافية الطموحة للغد الواعد بما يضمن للجزائر استقرارها وسمعتها في كل مكان، وهو أمر لا يكون إلا بهممكم أنتم طالبات وأنتم الطلبة خدمة للأمة والوطن. وإنني لعلى يقين بأن الجامعة هي قاطرة المجتمع الأمينة وربانها وسائقها هم أنتم الطلبة الواعون والشباب المثقفون والرواد المتفوقون الذين لا يقصرون في واجبهم العلمي الطموح. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى